يعني في وزير خارجية إيران بالإنابة علي باقري تعليق وثيقة التعاون الشامل بين طهران وموسكو مؤكدا أن هذا الاتفاق يخضع لمراجعة الخبراء بين الجانبين. يأتي ذلك بعد أن أكد مسؤول في وزارة الخارجية الروسية أن الاتفاق تم تعليقه مؤقتا بسبب مشكلات لدى الجانب الإيراني. من موسكو رحب بضيفي المحلل السياسي بسام البني. أستاذ بسام، أهلا بك. بداية، ينفي وزير خارجية إيران التعليق، روسيا تؤكد أنه يخضع للمراجعة، هناك مشكلات لدى الجانب الإيراني. هل هناك من تفصيلات لصورة ذلك التباين ما بين الجانبين؟ يعني لا أعتقد أن هناك تباين ملحوظ، ولكن هناك إجراءات طفيفة لابد من إجرائها بعد أن وفاة الرئيس رئيسي هو وزير خارجيته، فيبدو أنه على الطريقة الشرقية عندما يتم انتخاب الرئيس ويتم التوقيع على هذا الاتفاق لابد من الفريق الرئيسي الجديد من إضافة بعض الأمور الخاصة به للظهور على أقل تقدير. طب مثل ماذا؟ يعني هل أحيطت روسيا علما بطبيعة أي التغييرات التي ستطرأ أو ستدخل على وثيقة التعاون الشامل؟ لا أستاذ طارق، حتى الآن الأمور ماشية طيبة، الأمور طيبة، والاتفاق تم والمرشد الأعلى وافق وكل الأمور ماشية على أحسن حال، ولكن أعتقد أن هناك يعني ممكن يكون خلاف بسيط حول بداية النص الديباجي. يعني مثلا الجمهورية الإسلامية الإيرانية تبدأ أي خطاب ببسم الله الرحمن الرحيم، بينما روسيا دولة علمانية. أعتقد أن هذا سيخرج منه ببساطة أن يكون هناك نص روسي ونص إيراني، ويكون هناك نص مرفق يقول أن النصين متوازيين في المفهوم والمعنى. طب برأيك، يعني حتى يجري انتخاب رئيس جديد خلفا للرئيسي، يعني ستكون هذه تلك العلاقات عرضة للمراجعة؟ مسار العلاقات سيبقى على حاله، وأي تغييرات ممكن ستدخل على هذه العلاقات بعد انتخاب رئيس جديد، أم أن العلاقات في عمقها استراتيجية وبالتالي لن تتأثر بانتخاب رئيس جديد؟ يعني أستاذ طارق، دعني أقول أن هناك اتفاق جرى بالفعل بين روسيا الاتحادية والجمهورية الإسلامية في عام 2001، وهو لعشر سنوات ومدد مرتين بخمس سنوات لكل مرة. هذا الاتفاق سيحل محل الاتفاق الجديد، واعتقادي الشخصي سيغير منطقة الشرق الأوسط وجنوب أوروبا وآسيا بشكل كامل. يعني هناك تعمق في الاتفاق على مستوى الدفاع، على مستوى الطاقة، على مستوى الثقافة، على المستوى المجتمعي، يعني كل الأمور طيبة ومتفقين، حتى أن هناك تسريبات حدثت في بعض الصحف الأمريكية تتحدث عن أن يعني روسيا ستستغل موارد بحر قزوين بنسبة 80% من الجانب الإيراني أو 70% من الجانب الإيراني، 30% ستبقى لإيران. والمرشد الروحي المرشد العام الإمام الخميني وافق علي الخميني على هذا الموضوع، وهذا المهم في إيران. يعني إيران نعم هناك سلطة تنفيذية، نعم خامنئي، يعني إيران عندما يعني هو يملك السلطة الروحية ولكن لا يملك السلطة التنفيذية. يجب أن يوقع على هذا الاتفاق الرئيس السلطة التنفيذية، ولكن كلنا يعلم كيف هو الحال الداخلي في إيران وكيف تسير الأمور داخل إيران. يعني التركيبة الإيرانية نفسها تعتمد على السلطة الروحية وهي التي توجه، بينما الرئيس ووزرائهم عبارة عن تكنوقراط يقومون بالتنفيذ. إذا ما وافق المرشد الأعلى الإيراني إذا الأمور ماشية. ربما يكون كما قلت لك هناك بعض التغييرات البسيطة الغير يعني مؤثرة على جوهر الاتفاق بالعمق، وهو يعني بسبب أن هناك رئيس جديد سيأتي للسلطة في إيران. أما عن موضوع العلاقة الروسية الإيرانية فأعتقد أنها لن تتأثر كثيرا بتغيير الرئيس. ربما يكون هناك يعني اتفاقيات شخصية شفهية تمت بين الرئيسي المرحوم رئيسي والرئيس بوتين، سيتم إعادة ضبط الساعات مع الرئيس المنتخب الجديد أيا كان. لو قلت إن الاتفاق سيغير مجرى الشرق
الأوسط أستاذ بسام، يعني هل يلغي أن هناك دولا لديها تأثير في الإقليم؟ يعني بكل تأكيد سيكون هناك أولا انحسار للدور الأمريكي في المنطقة، لأن الدول المنطقة لن تستطيع الاعتماد على الحماية الأمريكية. هذه نقطة، لأن روسيا ربما تنفذ بناء على هذه الاتفاقية بتمرير أسلحة فرد صوتية ككنجال مثلا إلى إيران. لا أعلم التفاصيل، يعني لا لم يعلم أحد بالتفاصيل حتى الآن، تفاصيل الاتفاق، ولكن هناك تسريبات أمريكية، أؤكد أنها أمريكية وأنا لا أثق بالأمريكان، أنه سيتم تنفيذ تمرير أسلحة نوعية إلى إيران مقابل أن روسيا ستستغل ثروات البحر قزوين. وهناك أيضا أنا باعتقادي الشخصي، هنا أقول رأيي باعتقادي الشخصي، روسيا مهتمة جدا بإيران نتيجة طريق بحر الشمال جنوب المزمع إيصاله إلى الصين، وهناك أيضا اتفاقية مماثلة أو شبه مماثلة بين الصين وإيران. إذن سيكون هناك تعاون ثلاثي صيني إيراني روسي باعتقادي حسب هذه الاتفاقيات، استراتيجيا ربما يؤدي في نهاية المطاف إلى حلف عسكري. يعني حتى الآن ليس هناك حديث عن حلف عسكري، لا بين روسيا والصين ولا بين روسيا وإيران ولا بين إيران والصين، ولكن هناك يعني تفاهمات حول المنفعة المتبادلة اقتصاديا بمجال الطاقة، دفاعيا بمجال الأسلحة، وثقافيا بمجال العلوم وإلى آخره من هذه النقاط. إذن نحن أمام تطور خطير في المنطقة يجعل المنطقة أكثر تماسكا، ويجعل المنطقة تستطيع مقاومة الهيمنة الأمريكية إن صح التعبير على المدى المنظور. أنا أشكرك من موسكو المحلل السياسي بسام البني، شكرا جزيلا لك. إذا بعد نصل إلى ختام العاشرة، أشكر لكم دوما حسن المتابعة، هذه تحية وإلى اللقاء.